احنا لايف مع الممثل استاذ عبدو شاهين في قدام مجلس النواب. اهلا وسهلا فيك على تلفزيون الثوره. فيك تخبرنا تحيه لاي حدا عم يعمل اعلام بديل بهذا الوقت؟ احنا كثير بحاجه. شكرا. خبرنا اليوم شو حسيت وكيف كان النهار وشو من وين بلشت اليوم؟ ثوره ومكمله ما وقفت. اليوم هي بانظف مراحلها. اليوم عم تلاقي شوي بشكل عفوي عم تلاقي برنامجها، عم تلاقي تحركات تجديدي، اماكن الضغط اللي لازم تروح عليها. واليوم التجمع كان كبير كتير، فينا نقول انه رجعنا، ما كنا مفرطعين، رجعنا لقينا مكان نرجع نضغط فيه كلنا سوا، وان شاء الله مكملين ومستمرين. وبدنا نفس طويل والقصة مطولة. هاي السلطة فسادها كبير ومجزرة بالارض. بالنهاية نحن عم نطلب محاسبة الفاسدين، وهول الفاسدين هن المسكين السلطة يعني. وشو رأيك اللي عم بيصير في الإعلام ككل عن وضع الثورة؟ يعني صار واضح عند الناس وعند الثوار كلهم انه الإعلام تراجع ونحن بحاجة لإعلام بديل. احنا مستمرين بإعلام ولا بلا إعلام. اللي بيزيح عن الثورة هو بيغلط، هو بيخسر. واللي مفكر حاله ضد الثورة بدي اقول له انه